طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم وكل عام وأنتم بألف خير، عاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات والسلامة. أهلا بكم مع حلقة جديدة لبرنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، والاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6 على مدار القمر نايل سات. لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. طبعا تفاعل العراقيون يوم أمس واليوم مع المقطع المصور الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عناصر أمنية تقوم بتعذيب وإهانة فتى عراقيتين هو محمد سيد عبد لايح خلال مشاركته بتظاهرات قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وطلبوا منه وصف جسد أمه وقص شعره بالسكين وسبه وشتمه بأفظع الألفاظ قبل أن يقوموا بحلق شعره وينهالوا عليه بالضرب. ووسط أجواء شعبية محتقنة تصاعدت المطالبات بمحاسبة وحل قوة فرض القانون، هذه القوات التي شكلها رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي لقمع المتظاهرين، وهي المتورطة بالحادث، فيما رفع ناشطون ومثقفون واسم قوات حفظ القانون تنتهك القانون على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. وزارة الداخلية أكدت بأن الحادث ارتكبته قوات حفظ القانون، وبأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بالتحقيق بالحادثة، ومن ثم إصدار قرار بعزل قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف من منصبه وإحالته إلى الإمرة. يعني ليس إحالته للقضاء، بل عزله وإحالته إلى الإمرة. يعني هذه مكافأة، يعني شلون نفسرها؟ كان من المفترض أن يقوم رئيس الحكومة بإحالة كل المسؤولين عن هذه الحادثة إلى القضاء وإلقاء القبض عليهم، وليس إحالته إلى الإمرة. طبعا في بيان لاحق أكدت وزارة الداخلية بأن الداخلية هي الجهة الوحيدة التي تحقق بالملف، وبيّنت بأن مكافحة إجرام بغداد التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تواصل التحقيق، كما قالت في حادثة الصبي الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يتعرض لاعتداء من قبل عناصر مسيئة، وبأن وزير الداخلية يتابع مجريات التحقيق. طبعا مثل ما اعتدنا من حالات سابقة في التظاهرات أو في المعارك، بأن الجرائم ضد الإنسانية دائما ما توصف بأنها تصرفات فردية، وهذا الترويج طبعا ليس بصحيح. الانتهاكات والتعذيب داخل وخارج السجون وفي ساحات التظاهر وعمليات القتل والتغييب والاختطاف منذ العام 2003 ولغاية الآن تجري بشكل يومي، فهي ليست تصرفات فردية بل هي سياسة متبعة من قبل الأجهزة الأمنية، وهي التي تتحكم فيها الميليشيات. طبعا قوة حفظ القانون كما تسمى التي شكلها عبد المهدي من بين عدة أجهزة أمنية أبرزها الشرطة الاتحادية بتعداد يبلغ من آلاف العناصر الأمنية، متورطة باستخدام بنادق الصيد لتفريق المتظاهرين، وتسببت بوفيات وتشوهات كثيرة، وكذلك هي متورطة هي ومن معها وكذلك قوات مكافحة الشغب بعمليات اغتصاب يعني بحق 3 متظاهرين في شهر مايو وشهر 5 الماضي في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير في العاصمة بغداد، كما أن هناك العشرات من الناشطين ما زال مصيرهم مجهول لغاية الآن، كالمحامي علي جاسب من أهالي محافظة ميسان. طبعا في وقتها في شهر 5 كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان علي البياتي عن فتح تحقيق وإرسال فريق، شوف كلمة التحقيق لازم نخلي عليها أكثر من خط، وإرسال فريق لكشف حقيقة وملابسات تعرض متظاهرين للاعتقال والاغتصاب على يد قوات أمنية. في وقتها قال علي البياتي بأنه رأينا خبر اغتصاب 3 متظاهرين بالقرب من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أجرينا كما قال اتصالات بقيادة عمليات بغداد التي كان ردها الرسمي بأنها لم تسجل أي حالة
اعتداء في الساحة كما لم تكن هناك مشاكل. هذا اللي اعتدنا عليه فقط تشكيل لجنة، ولغاية الآن ما شفنا أي نتائج من اللجان المشكلة. مقطع يوم أمس الذي أظهر تعذيب فتى مثل ما راح نشوف الآن على الشاشة وإحنا نتكلم قرب ساحة التحرير يثبت مجددا للعراقيين وللعالم بأن في العراق قوات ميليشياوية مسيطرة على مؤسسات الدولة، وبأنهم فوق القانون، وبأن الحكومة عاجزة عن ضبط الأمن والاستقرار في العراق، وبأنها المسؤول الأول عن عمليات القتل والتعذيب والتغييب والاختطاف، وبأنها دائما ما تخرج ببيانات فضفاضة منها فتح تحقيق، لكن التحقيقات في حوادث سابقة أثبتت بأنها فقط مخدر للشعب، وبأن الشعب لم تعد تنطلي عليه هذه التصريحات الحكومية. احنا بدنا نشوف هذا المقطع، المقطع طبعا نعتذر عن عرض الصوت لأن أعتقد أغلبكم على مواقع التواصل الاجتماعي شاف المقطع وشاف الكلام شلون الولد نزعوا ملابسه وشلون يعني ذول قوات أمنية، يعني معقولة هؤلاء قوات أمنية؟ ربما راح يشوفني ويسمعني كثير من العراقيين اللي ابنه مختطف ما يعرف وين، اللي ابنه مغيب، اللي ابنه انحكم ظلم بالسجن، يقول لك لا معقول ونص. يعني احنا دائما بحسب تقارير منظمات إنسانية وكذلك من المتصلين يتصلون علينا يقول لك احنا نروح للسجن حتى نزور ابننا نتعرض إلى أقسى أنواع الإهانة من سب وشتم وإهانة، ذول أهالي المعتقل فكيف بالمعتقل؟ فهذا الأمر هو ليس معتاد، ولكن هذا الأمر اللي صار بالعراق بعد العام 2003 من جماعة الأحزاب الإسلامية اللي إجوا على الدبابة الأمريكية واللي اليوم يدعون المقاومة، واللي هم يعني في خطاباتهم يبثون كل سموم الطائفية، وهذا بعد ما ينطلع على الشعب العراقي. المشهد اللي شفناه البارحة المقطع نشوفه بشاشة كاملة وإحنا نتكلم إذا أمكن عزيز المخرج، اللي شفناه البارحة المقطع هو شيء يحدث ربما نقول قطعا يوميا وعشرات المرات داخل السجون وخارج السجون. طبعا كمية السب والشتم احنا نعتذر انهم طلعها على الشاشة لانها الفاظ بذيئة جدا لا تليق بانسان، فكيف بشخص يقول بانني حامي القانون وحامي امن وسلامة المواطن؟ هذا كذب يثبت يوميا بانه كذب على الشعب وعلى الناس. هؤلاء هم من جزء من منظومة فساد، جزء من منظومة طائفية، جزء من منظومة تريد فقط السيطرة على السلطة بغض النظر، حتى وإن رفع شعار هو المذهب لكنه يقتل أشقاء، يقتل إخوانه من نفس المذهب، وإحنا ما نريد نتكلم بهذا الأسلوب، ولكن هذا اللي نشوفه واللي يصير خاصة. يعني كان هناك الكثير من العراقيين صراحة عندما نتحدث عن الجرائم التي حدثت إبان المعارك ضد تنظيم داعش وكيف كان إنه يتم معاملة المدني والأشخاص على أنهم دواعش في تلك المناطق، والعمليات الموثقة عند الأمم المتحدة من عمليات جرائم حرب وعمليات يعني تعذيب واعتقال وقتل وإخفاء ومقابر جماعية. ربما كان هناك يقول لك واحد أنتوا تبالغون، لكن مع ثورة تشرين وجاي الناس بدأت تشوف بعينها إن كان اللي يحدث في بغداد أو بالناصرية أو بالبصرة أو بالنجف أو بالميسان أو في المحافظات العراقية الأخرى، أثبت بأن المنظومة الأمنية تدار من قبل قيادات ميليشياوية، وبأن الحكومة سياستها هي سياسة ميليشياوية. تجدها في الخطابات تتحدث عن حقوق الإنسان، وكلمة عادل عبد المهدي عندما قال في وقتها بأننا نتعامل مع المتظاهرين بأن هؤلاء أبنائنا كمعاملة أبوية، هذا كله يعني يثبت زيف وكذب ما هو موجود على الواقع. هذا الطفل اليتيم
اللي شفناه البارحة هناك مقاطع أفظع أفظع من عدها كانت في السنوات السابقة. وضعوا بعمره هناك مقطع وضعوا بعمر هذا الطفل تحت سرفة الدبابة بعد ما قتلوا، عمليات تعذيب لا تقل بل ربما في بعض الحالات أسوأ مما فعله داعش في السبايكر وغير السبايكر. فكيف لنا أن نثق بعد بهذه الأجهزة الأمنية وبهذا القضاء الذي لا يستطيع محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، مرتكبي جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي؟ كيف للشعب بعد أنه يثق بمنظومة سياسية لم توفر له الكهرباء، لم توفر له الصحة، لم توفر له الشارع؟ اليوم بغداد هي أسوأ مدينة للعيش في العالم. كل هذه الأكاذيب بعد ما تنطلي على الشعب. والحديث عن انتخابات مبكرة إذا بقى عندنا وقت بعد فاصل الوسط راح نتحدث عنه. نريد نسمع منكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع، موضوع تعذيب الفتى واللي انتشر المقطع يوم أمس. معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وأنت بخير صحة وسلامة إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير والسلامة يا رب. الله يخليك. إن شاء الله. علينا للأسف مرة جديدة يفضح المجرمين أنفسهم. يعني هذا اللي صار للطفل محمد، وعلى أساس التصحيح الأخوه حامد بس ومقطع ثاني. هذا مو يعني هذا داخل السجون السرية يصير هذا وأكثر من هذا. لكن هي مجرد أنه يعني شو يقول فضحهم رب العالمين، نقول أنهم شيء مستهدف، يعني باعتبار أنه الميليشيا واحد يستهدف واحد، الميليشيات تستهدف الكاظمي والكاظمي يستهدف الميليشيات، لكن هذا شيء مو جديد. هذا حقيقة هو يعني إذا السلطة واللي هي مو حكومة طبعا تسمى سلطة تريد يعني تبيض وجهها قدام العالم، فهناك أكو الدولة أو الدولة العميقة هي تريد يعني تسود وجوههم هم، لأن العراق عمره كله ما يسود وجهه، لأن العراق دائما يكون مرفوع عالي. لكن هؤلاء هم تربوا على هذا القتل والتخويف والتعذيب والتنكيل، واعتقد هذولا يعني حتى لو عندهم يحملون الجنسيه العراقيه بس ما عندهم الاخلاق العراقيه، لان الكلام اللي قالوه بمقطع الفيديو مو كلام واحد عراقي، مو واحد كلام، يعني انا اسف ان اقول هذه الالفاظ يعني عبر قناتكم، ما عندهم شيء من الرجال، ما عندهم يعني ما اقدر اقول والله انتم قناتكم محترمه، ما اقدر واحد يتلفظ بالفاظ مو زينه، يعني اللي يقولوها هم يعبرون عنها، لكن هذا تعبر عن تربيتهم، هم تربوا على هذه الامور، هم مو قصدهم يخوفون المتظاهرين، لا، هم اساسا هذا ربك فضحهم، لان هم اساسا متربين ببيئه سيئه، هذا يمكن افضل تعليق لهم. لكن نقول انه هذا الطفل والاطفال الباقيين والرجال هسه يعني مغيبين بالسجون والنساء المغيبات بالسجون، طلعت الفضائح شنو قالوا، هذا هم هذا هدفهم، هم عبالهم لان ما يقدرون يوصلون للسلطه عن طريق صناديق الانتخابات، فيوصلون عن طريق السلطه بالتخويف والقتل والنهب والسلب والاغتيالات والتفجيرات، هم وراء هذول. لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، ان شاء الله يعني حق هذا الطفل رب العالمين ياخذه منهم وياخذه من عوائلهم، لانهم ما متربين، لو عراقي متربي ما يغلط على عراقيه، ما يغلط على ام طفل، ما يتجاوز على طفل. يقولون ان السجون او المراكز الشرطه هي اصلاح، لكن تبين هناك فساد مو بس بالسلطه، فساد حتى بالاخلاق مع كل الاسف. وهذه طبعا عود شكلوها ترى هذه قوات حفظ النظام شكلوها حتى ما يقتلون المتظاهرين، هذا من اللي شكلها في هذا الفياض اللي شي يسمونه، هم هذا بيئتهم، هذا الناس اللي يعني حقا، لان ما يعرف ناس زينين، ما يعرف ناس ابناء يعني ابناء عشائر وابناء قبائل وابناء ناس متربين او مثقفين، هم هذا طبيعتهم، هذه بيئتهم مع كل الاسف. واني اشكر قناه الرافدين تحت هذه الفرصه. اشكرك عزيزي. كل عام وانت بخير. انت بخير. انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كيف حالك أستاذ عمر؟ مبروك عليكم العيد. كل عام وأنت بخير. عليكم وعلى الشعب العراقي. عساكم العواد إن شاء الله. على ساحتنا. ينعاد عليكم بالخير والسلامة. الله يسلمك. ومنصور العراق العربي إن شاء الله. والله يا أستاذ عمر، هذه الجريمة التي ارتكبتها هي تثبت أنه لا تغير في العراق، النظام هو نفسه، التغيير الكاظمي ما هو إلا واجهي بس. فدولة هي دولة الميليشيات، وهذه الجرائم يعني نسأل الله أن يخلص الشعب العراقي من هالمجرمين. ندين ونستنكر هذه الجريمة ونقف تأييد كامل مع الشعب العراقي ومواطنة. أثبتت أنه لا دولة بالعراق، أثبتت أنه لا دولة بالعراق، ما هي إلا مجرد صور يحطونها واجهات الكاظمة. الكاظمة فشل من أول يوم وقال والشعب العراقي ورافضه، هو أصلا مرفوض من الشعب العراقي الكاظمي، معروف مجرم، وهو من أتى به الميليشيات. وانا احيي ثوره الشعب العراقي وان شاء الله نصر الشعب العراقي. شكرا جزيلا لك، كل عام وانت بخير مره اخرى. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. طبعا المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب كشف عن مسؤوليه الضابطين في قوات حفظ القانون الحكوميه كما جاء في بيان للمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وهو المقدم ايهاب امر السريه الاولى في الفوج الثاني، والرائد سجاد في السرية نفسها بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بعد تعذيبهم لمتظاهر قاصر وإهانته بطريقة منافية للأخلاق. طبعا مثل ما شفنا أنه إحنا المقطع وجاء في بيان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، جاء في البيان بأنه هذا وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القاصر اليتيم محمد سيد عبد لايح، وقد جرد من ملابسه بالكامل بينما يستجوبه أفراد من قوات حفظ القانون، ورافق الاستجواب إهانات لفظية وقصد شعر الرأس باستخدام سكين. وبدلا من قيام الحكومة بإنصاف الطفل الضحية ومحاسبة المسؤولين عن تعذيبه، فقد بثت وسائل إعلامها مقطعا مصورا للمتظاهر اليتيم المعنف وقد حلق رأسه بالكامل وألبس بدلة المتهمين، فيما يقوم أحد الضباط بالتحقيق معه، بعدين وجهت له تهمة سرقة دراجة نارية. وإحنا شفنا بالمقطع قالهم أنا كنت في ساحة التحرير. يعني إذا كل سارق تتعاملون هيك ويا إحنا لعد بعد ما نحتاج لا جهاز شرطة ولا جيش، خلاص أنتوا نفسكم كميليشيات تعلنون بحل الدولة اللي أنتوا تسيطرون عليها، حتى الرواتب ما كلها تروح، هاي ميزانية الدولة ما عدها، ونظل في حكمكم هذا حكم الغاب اللي تتحكمون به، يحال إلى القضاء ويتم التحقيق معه. هذا الإنسان السوي والطبيعي يتصرف هذا الشيء، ما نتكلم إحنا في يعني نريد نوصل إلى أوروبا أو غيرها من هاي الدول اللي فيها الحرية والديمقراطية، ولكن شيء من الإنسانية. ولكن هذا يثبت أنه إحنا لدينا الكثير. وطبعا إحنا كنا نتذكر بالحرب العراقية الإيرانية شلون ذولا الميليشيات التابعين لإيران اللي صاروا اليوم يتحكمون بمصير العراق شلون كان يتصرفون مع الأسرى العراقيين إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. هناك مقاطع مصورة بشعة، وكذلك كنا نسمع من الأقرباء ومن الأصدقاء وعبر روايات الناس كيف كان يتم تعذيب الأسرى على يد هؤلاء. يعني هؤلاء هم أدوات بيد الإيراني، كان يعذبون إخوانهم ويقتلوهم ويهينوهم. فهذا أسلوب هؤلاء اللي كانوا في ذلك الوقت وجاءوا بعد 2003 وتحكموا بمصير العراق. معنا اتصال أبو سيف من بغداد. تفضل أبو سيف. شلونك عمي؟ أهلا وسهلا بك، تفضل. نعم. واي مادين مادين. تفضل. دولة أصلاً ميليشيات، الدولة ما تنبني على الميليشيات. ميليشيات والحوزات هاي هنا ما ترهم. عمي لو دولة لهم ميليشيات لو دين، خلي يختاروا لهم واحدة من عندهم. لو دولة، لو ميليشيات لو دين. لو ايران واحده من عدن خل يختارون، اريد نفتهم يا دوله هاي. ما يصير عمل هالعمل، اللي يلزمونه
يحلقونه، من يعرف هالشكل يخاف بالفاسدين. الفاسدين مو كلام مال الدولة كله، من حاط هاي الأطفال ويخنش فيها ايش يريد من عنده. وأنا أشكرك أستاذ محمد. نعم. أنا أشكرك أبو سيف من بغداد، كان معنا اتصال أم أحمد من بغداد. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. حيا قناة الرافدين الوطنية الأصيلة. حيا إن شاء الله، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله بالموفقية. الله. لكن بصراحة يا دكتور أمر، ما نقدر نقدم التهاني، هذا عيد الحج الأكبر والأعظم، ركن الإسلام العظيم. نعم. بسبب ما يمر به بلدنا من مآسي ومن أزمات، لكن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من هذا النظام السياسي اللي أقل ما نستطيع أن نقول عنه أنه فاسد بأحزاب بمكوناته، وتنتصر ثورة تشرين ويحمي المؤمنين والمؤمنات من هذا الوباء فيروس كورونا. بدأ العيد، ساحة التحرير قدمت أضحية شهيد كان مجروح قبل يومين. نعم. وحاليا حادثة هذا الطفل المراهق، هذا العراق متى ينهض شعبه ويخلص نفسه ويثور على الظلم؟ لا ننتظر أحد. نعم. ونتضرع بالدعاء من الله سبحانه وتعالى أن ينصر ثورة تشرين وثوارها الأبطال الشرفاء، لأنهم صوت الحق، وتبقى قناتكم صوت الحق دائما، كانت ترفع شعار ثورة تشرين وسام، وأنتم قناتكم وسام. شكرا للعراق. الله يسلمك أم أحمد. الله يسلمك. أنا أشكرك أم أحمد من بغداد، كانت معنا. سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا عمر، وبارك الله في هذا القناة المباركة. بارك الله في أهل العراق المباركين الطيبين. الله يسلمك. أنا أقول من خسة ودناءة هذه العصابة أنه مستهدفوا قبل أسبوعين النساء، واليوم يستهدفون الأطفال. والله هذا الشيء يدل على خسة ودناءة هذول، أقل شيء مبدأ الإنسانية لهذا البشر ما شفناه. وعندي النقطة الثانية، ثقوا بالله يا أهلنا في العراق، وثقوا بالله يا سامعين، أنه هذا الكاظمي ما مستحيل يسلم الجنسية الأمريكية إلا هو موقع على تعهد بشروط الحصول على الجنسية الولاء وكله لهذه الجنسية. يعني مجرد مثقال ذرة من هذا الكاظمي ما في أي ذرة، وتحدى يحاسب هذول المجرمين اللي اعتدوا على هذا الطفل، وإن شاء الله أن الله ينتقم لهم من فوق السماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سعد من السعودية، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال ابو هاجر من الموصل، تفضل ابو هاجر. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بك. بارك الله فيك على هذه القناه الشريفه، قناتكم الشريفه الموقره. الله يحفظك ويخليك. حقيقه استاذ عمر هذا العمل ما يقوم بعراقي شريف، مستحيل. إن العراق بريء منه والإسلام بريء منه، حقيقة ما يعني ما يقدر ننظر إلى هذا المنظر هذا. نعم. تسمعني أستاذ عمر؟ تفضل. أجلك الله أعجب كيف في الدول الأوروبية، في الخارج له تقدير وله قيمة، له قيمة وتقدير. كم أجلك الله اليوم لما نراه من قتل فقير على هذا ويدعون انفسهم بانهم حفظ النظام. لا جزاكم الله خير، لا بارك الله فيكم، اللهم يا خفاء يا خلال يا باعتكم قيمه ولا كرم. نعم. هذا حتى لو سرق، حتى ولو سرق، لماذا هذا العمل؟ امام الشاشه يا اخي دحلقوا دحلقوا مسكينه، الحكم السكين لهذا هو هذا العمل هذا. أين أنت يا رئيس الوزراء؟ أين أنت يا الجمهورية؟ أين أنت يا رئيس البرلمان؟ أين أنتم من هذا العمل؟ أين أنتم؟ وكل قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤولون عن رعيتي، لا تتقفون أمام الله جل وعلا، ما تقول لله غدر، ما تقول لله استن على هذا الطفل، قد تقبلون لأبنائكم، هل تقبل لأبناء حكومتكم؟ لماذا هذا العمل؟ إن لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا بارك الله فيكم. أنا أشكرك أبو هاجر من الموصل، كان معنا اتصال أبو حيدر من بغداد، تفضل أبو حيدر، كل عام وأنت بخير. ألو السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وسلامة علينا وعليكم السلام. ونشكر من هاي القناة مالتكم، والله هذا اللي سووه هذا الطفل حتى الكافر ما يسوي، الله شاهد حتى الكافر ما يسوي. نعم. شلون نفسر هاي الحالة أبو حيدر؟ كل عام بخير وصحة والسلامة علينا وعليكم. والله شفنا هذا المقطع مالكم يعني ناشرينه على التواصل الاجتماعي حتى الكافر ما يسوي، طفل عمره 12 سنة يسوونه يعني خلونا نترحم على ذاك المرحوم صدام حسين، يعني حتى الكافر والمجرم ما يسوي، حتى الكافر والمجرم لا نعرفها دولة ميليشيات، لا نعرفها دولة إيرانية، ما يصير هيك. وانا عندي ثلاث اخوان صار لهم 4 سنين مخطوفين، ما ندري بيهم وين ما وين، والناشد من هذا البرنامج مالكم والقناة الكريمه ممكن يشوفونا اياهم وين ما وين، ودخنا والله صار 4 سنين بجاه هذا الايد وراه الايد يشوفونا اياهم وين ما وين، دخنا يعني حتى اليهود ارحم منهم، ابتلينا بيهم بلوه، كفيلك الله ابتلينا بيهم بلوه، كفيلك العباس ابو فاضل ابتلينا بيهم بلوه، يعني قبل كنا عايشين بامان، هسه لا حفه لا فتشي لا امان لا مي لا كهرباء، بالقدره عايشين كفيلك الله واهل البيت. اولادنا لهم طفل عمره 12 سنه يزينون بيه، يعني حتى مو عراقي هذا اللي يحكي هيك حكي، مو عراقي يعني لا عراقي ولا عربوني يحكي هيك حكي. احنا نطلب من الحكومه ومن وزير الداخليه يتعاقبون دول الضباط والمنتسبين، يعني مع الاسف هيك يصير بالعراق، مع الاسف هذا العراق ابو الغيره هيك يصير به، مع الاسف والله. واحنا اخواننا صار لهم 4 سنين ما هو انا بدي اسالك على اخوانك ابو حيدر وهذا شهر العيد هذا طفل يعني شنو ذنب هذا الطفل اليتيم ابو حيدر اليتيم تسمعني الوصول. ابو حيدر تسمعني انت قلت لي عندك 3 اخوه مفقودين صار لهم 4 سنوات او مخطوفين. اي والله اذا تحدثنا اكثر من اللي خطفهم، شو وقت انخطفوا، ليش، شنو الاسباب، يا منطقه انخطفوا بال 2017 انخطفوا بال 2017 ولهذا اليوم دقينا اساميهم بالمراكز بالها كل من يقول ما موجودين. بيا منطقه انخطفوا؟
والله الخطفه ما نعرف طلعوا على باب الله ناس عمال كسب وطلع كل واحد عنده جهاز اثنين ولحد هذا يومك دقينا الحكومه دقينا ها ما حد يجاوبنا ما حد يعطينا جواب ما حد يعطينا جواب ها نعم الله يعينكم والله الله يعينكم الله يسلمك الله يسلمك ومن هالتناكم الموقر الناس بانه يشوفونهم وين ما وين والله قلوبنا راحت تجاه العيد وراء العيد لا حول ولا قوه الا بالله الله يعينكم الله يعينكم ويفرج عنهم يا رب الكفار عندهم رحمه وهذا الجاهل هسه اللي يزينون به ويسوون به عمره 12 سنه مو الرسول وصى باليتيم اللي رسول صلى الله عليه وسلم وصى باليتيم يعني احنا نقتل اليتيم ما يصير وطالب من الكاظمي يعاقبهم دوله يعاقبهم دوله يعاقبهم دوله المجرمين لعد احنا لعد ليش هيك هذا الطفل هيك يسوون به الله ما يقبل والرسول وصى باليتيم الله يعين أنا أشكرك أبو حيدر وإن شاء الله يا رب يفرج عن أخوانك المخطوفين الله يعينك ويصبرك ويفرج عنهم معنا اتصال عبد الرحمن من الإمارات تفضل عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا كيف الحال أخي حياك الله يا أهلا بك معك عبد الرحمن البلوشي من الإمارات يا أهلا بك حياك الله كل عام وانت بخير يا شباب وانت بخير والعراق مش بخير مع الأسف ونسعد الله سبحانه بأن يرجع العراق بإذن الله هذا العراق العظيم آمين العراق العظيم بإذن الله راح يرجع مش على كيفهم هذه الخنازير والعصابات هذه والله راح يرجع العراق غصبا عليك من الفرس يا المجوس غصبا عليك من الفرس المجوس وأذنابكم اللي في العراق هذه والله عصابات قاعدة تقتل في الشعب العراقي الشعب العراقي اليوم أنا أتمنى من الشباب العراقي المناضل هذا الشعب العراقي المناضل الشجاع أنه اليوم يقف وقفة رجل واحد سنة وشيعة في ضد في وجه هؤلاء الخنازير اللي ما لهم لا شرف ولا حياء ولا فيهم ضمير أبدا أتمنى من الشباب العراقي أتمنى من الشباب العراقي يعني اليوم يوقفون وقفة رجل واحد سنة وشيعة وكل الطوائف أن تبنوا هذا العراق العظيم من جديد هو عظيم وعظيم وغصبا عليك يا الفرس المجوس الفرس المجوس لعنة الله عليهم لعنة الله عليهم أنا والله إماراتي أخي إمارات الله. الجنسية إمارات الحمد لله رب العالمين ولكن والله 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 يا أخي عمر ولا نعم أنا عراقي الهوى الله عليك عراقي الهوى صدامي رحمة الله عليه هذا الشهيد وكل شهداء العراق نعم كل شهداء العراق على راسي رحمة الله عليكم أجمعين وهذا الرجال بنوا العراق ولعنة الله على الظالمين لعنة الله على الفرس المجوس لعنة الله عليهم هالكلاب هالخنازير والله مش كلاب الكلاب أوفى من الخنازير هاي أشكرك عبد الرحمن من الإمارات كان معنا أبو فاطمة من النجف تفضل أبو فاطمة وكل عام أنت بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنت بخير أخي عمر أهلا وسهلا بك حياك الله وكل الأخوة اللي في القناة والأخوتنا في العراق الذي يمرون بالأمرين الأوضاع التي يرثى لها وال ظلم وتعسف وإجرام الميليشيات والقوات اللي محسوبة المفروض الشرطة في خدمة الشعب أليس كذلك؟ نعم يعني هذه أصلا أخي هذه التصرفات ليست من تقاليد العراقيين ولا من دين العراقيين ولا من آداب العراقيين هؤلاء يعني هذه مشكلة أخي هذه بسبب ما فعلته أمريكا وإيران خصوصا إيران بتجهيل الناس وينقصهم الوازع الأخلاقي الوازع الديني يعني هذه التصرفات المشينة التي الآن خزوا أنفسهم وعار على المفروض أخي هؤلاء معروفين الآن هؤلاء معروفين هذه المفرزة التي قامت بهذا ضد هذا الطفل القاصر البطل أقول لك بصراحة بطل نعم فهذه المفروض لن تمر
ماذا فعل الآن الكاظمي؟ ماذا فعل في وزير الداخلية المفروض يستقيل؟ المرجعية أحال القائد إلى الإمرة. أحال إلى الإمرة وفتح تحقيق. نعم. هذا رقم شقد هذا التحقيق؟ مليون وكسور لو شقد؟ مجرد كلام أخي، كلام فاضي. نعم. كلام يراد منه ذر الرماد في عيون الناس. تحقيق على أساس القضاء ما شاء الله، يعني ناصف الناس والعدالة تخر من أذانهم. نعم أخي هذا الشيء خلي يطلعون أهل العمايم، يطلعون سنة شيعة كرد، خلي يطلعون يتكلمون. هذا طعن في أعراض العراقيات على أساس هؤلاء يعني صدع رؤوسنا بحماة الأعراض. زين أبو فاطمة أريد أسألك سؤال. نعم. شلون نفسر إحنا هذه الحالة لما يقوم، أنت قلت الشرطة وهذا معروف، الشرطة في خدمة الشعب، من هذه الحالات اللي دخلت على المجتمع العراقي بعد العام 2003 بهذه الكثرة، ويصور بموبايله ويفتخر. احنا اذا شفنا اكثر من موبايل اكثر من فرد من افراد هذه القوة يصور ويسب ويشتم، ويعني شيء شلون احنا نقول بالعراقي يوقف شعر الراس. هذه الحالة ليست الاولى، يعني قبلها الاف او عشرات الالاف، ومع الاسف ربما لن تكون الاخيرة. احنا شلون نفسر هذه الحاله؟ هل هي دخيله على المجتمع؟ هل هي بسبب انه هؤلاء كانوا في ايران ومتعلمين ما شاء الله تعذيب الأسرة؟ شلون نفسرها انت كمواطن عراقي؟ شلون تشوف هذه الحاله؟ والله اخي عمر، اني يعني لها هذه عده تفسيرات، والتفسير الاول هذا الشيء متعمد لإذلال العراقي، لأن العراقي عزيز، العراق لا يرفع رأسه، فيريدون أن يلووا ذراع العراقيين بهذه الطريقة. ترى انتبه يا عراقي، أنت إذا طيح بيدينا هذا مصيرك. هذا سياسة إيران المجرمة بالإرهابي وترويع الناس، هذه هي سياسة أخي. حتى في إيران هكذا، يعني لو تدري شو يسوون بإيران بالنساء والله يوقف شعر رأسك. تصور يعني، وهذا الكلام مضبوط، يخيرون النساء هناك اللي يلزموها، يقولها انت تريدين اختاري، هل تقتلين بالاغتصاب من قبل الحرس الثوري او الاغتصاب بالبطل؟ والله العظيم هكذا في ايران. انا قلت لهم شلون ذولا يعني بسرعه يخمدون المظاهرات، يقولوا لي بهذه الطريقه. فهذه اخي طريقه دخيله، نعم، وهي متعمده، ويراد من عندها إذلال الشعب العراقي. لكن هيهات، العراق جذورة وشجرة أصلها في الأرض وفرعها وتأتي وكلها إن شاء الله كل حين. فالصبر الصبر لأخوتنا، وبارك الله فيك يا عمر. شكرا أبو فاطمة من النجف، كان معنا اتصال. علي من بابل، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. كل عام أنت بخير وأنت بخير، صحة وسلامة إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير والسلامة يا رب. الله يسلمك. والله استاذنا العزيز، احنا لا حول ولا قوه، هذا احنا وقعنا بيت ظلام، وقعنا بيت ناس ظالمين. ذولا ما عندهم لا خبره الله ولا خبره البشر، وعندهم ذولا هاي على عندهم هسه هذا الجيش وينهم كله تهتير وطالع من الطريق، ولا يعترف باي، لا يعترف لا برجل كبير ولا بجاهل، وكله يعني يعني اكو مثل بالعربي يقول لو ما تكلم خاين الواو ما ينام بالتبين. هذول كلهم متفقين خونه وكلاب، والله كلاب ما يفيد جاهم، ما يفيد استاذ، والله ما يفيد زين، مع الاسف ما يفيد جاهم ذولا، ما يفيد، خوفة الله ما عندهم، يعني طلعوا 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 من الطريق ومن دين الاسلام ذولا، لا حول ولا قوة الا بالله. والله استاذ ذولا ما في دعم الا الله ان شاء الله، بقدره الله ان شاء الله ذولا، الله على الظالمين، والله ان شاء الله عدلك احد بالله، شوف ان شاء الله شو راح يصير بيهم. نعم. بقوه الله والشعب هذا المسكين. ونعم بالله. ذولا ما يرهموا لهم كل شهر ذولا، لا ضم ولا ضمير، والله ما عندهم ضمير ابد. نعم. دمرتنا ايران، دمرتنا، تحكي يحكيون عن يقول له ليش تحكي عن الميليشيات؟ ليش تحكي عن الميليشيات؟ ليش تحكي عن الحشد؟ الحشد حرركم، يا دي حررنا ما يخالف على العين وعلى الراس. ليش تشيلوا مناطقنا؟ ليش؟
مأساة. كل حزب قال حزب الله وحكي حزب الله. عارفين استاذ اكو رئيس وزراء، اكو رئيس وزراء يهددونه، شنو من رئيس وزراء هذا؟ والله هذا هم قندره ما اشتري زين. نعم يروح لايران، رايح لعلي خامعني، علي خامعني لابس الحذاء وهو طبله وطبله هذا ولا دجاله، والله دجاله ما يجد ياه. كلهم متفقين علينا، كلهم متفقين على السنه والله. بس على الشعب كله صار ابو علي علي وياك الشعب كله اليوم متاذي من هذه الحكومات اللي اجت مع المحتل، مع الاسف. نسال الله الفرج الشعب العراقي والفرج القريب يا رب. انا اشكرك علي من بابل كان معنا. رساله على الواتساب يقول السلام عليكم، اشكركم على هذا البرنامج الرائع اللي يذكر معاناه الشعب. اريد اناشد الحكومه ليش ما ينطون عفو للسجناء النساء؟ فرحوهم بالعيد، فرحوا عوائلهم ولو مره خطيه، تكسبون اجر. والله تعبنا وملينا. واشكركم مره ثانيه وياكم ام نور. رساله يقول فيها استاذ العزيز، احنا يرادلنا حل جميع القوات وتشكيل قوات جديده ولاءها للوطن وليس للاحزاب. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. صباح عمر، حياك الله صباح، كل عام وانت بخير، صحه وسلامه ان شاء الله. القناه الكريمه ان شاء الله، ايامكم كلها سعاده ان شاء الله، الفرج القريب على العراق وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله. امين. بالنسبه لهذا المقطع الفيديو اللي تداول بالاونه الاخيره، يعني هذا يعني ايش قد يعتبر من مئات الالاف من الحالات اللي صارت. يعني اكو شغلات ما مصوريها، يعني ذول اللي موجودين بالسجون ويتم التحقيق وياهم، او الممرات الامنه اللي كانوا يحكون بيها مال المناطق اللي محرره يسموها التحرير، هو احنا نعرف هذا ما كان تحرير، كان تخريب للموصل وصلاح الدين وجرف الصخر وحزام بغداد الان والانبار. يعني صار بالناس الابرياء اللي طلعوا من مناطقهم وصاروا بقبضه الميليشيات الطائفيه، حزب الله والعصائب والسرايا وغيرها. يعني صار بحالهم، شلون عذبوهم، شلون قتلوهم، قتل يعني قتل متعمد، لان على على عنصريه. فهذا الفيلم جزء بسيط من اللي جاي يسوونه ويمارسونه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه. طبعا هاي قوات رسميه حفظ النظام، يعني هي من ضمن وزارة الداخلية وقوات رسمية هاي. يعني إذا القوات الرسمية واللي هي تطبق القانون هي تسوي بالناس الأبرياء ومن أبناء جلدتهم، يعني من أبناء الجنوب، يعني مو تقول هسه الشغلة طائفية وعنصرية. إذا إرهابهم وزارة الدفاع وزارة الداخلية والحشد اللي يسمونه مقدس، ما يعرف سني وشيعي وكردي وغيره، ناس مجرمين تعودوا مع القتل والتعذيب. يعني هذا جزء بسيط من اللي صار بالسنة. خلي يشوفون إخواننا الشيعة شي يسوون، يعني هذول ما يردعهم لا دين لا مذهب لا طائفة لا عمامة لا غيره، ناس مجرمين تعلموا مع المال الحرام وغيرها. وحتى القانون اللي يتشكل مجلس تحقيقي بحقهم ما راح يكون منصف للمظلوم. يعني يقول هسه وزير الداخلية الغانم يقول طردهم من الداخلية، هو طردهم لو محاكمتهم جاي يعذبون بطفل وجاي يشتمون به، يعني شتائم على أمه، وما يعرفون شنو يعني العرض اللي يحكوا لك بالعرض، واحنا جينا ندافع على الاعراض. شوف شو يسوون على امه، شلون شتموها وشلون غلطم عليها بطريقه يعني وقحه. من الناس يعني ما متربايين، ذولي ما يمثلون قانون، ولا حتى تقول واحد يمثل نفسه. بالعكس، على رئيس الوزراء لازم يحاكمهم، يحاكمون في سبيل يصيرون عبره ما تتكرر. لكن هي مع الاسف بعد اسبوع الاخر ويوم يومين راح تتكرر أسوأ من اللي راحت. فالحكومة فاشلة والحكومة فاسدة وما تستطيع تدير البلد، يعني ما عندهم القدرة. هاي الأحزاب الإسلامية الموجودة من 17 سنة ما عندها القدرة على قيادة العراق وبأي ملف كان، ملف زراعي، كهرباء، صناعي، تجاري، الوضع الأمني، لأن عاشت هاي صارت الحكومة على محاصصة طائفية، توزيع مناصب بين الأحزاب. هذا المنصب لفلان حزب، هذا المنصب لفلان مرجعية، هذا الفطريين، هذا الغيرها. فهاي الحكومة فاشلة وما راح تقدر حتى تقاوم نفسها ولا تقدر تعبر هاي المرحلة المظلمة. نعم، أنا أشكرك أخي صباح من بغداد كان معنا. خلونا نقرأ كم تغريدة تحت هاشتاغ قوات حفظ القانون تنتهك القانون. حمودي ناصر قال القدسية اهتزت عندما عزفت هذه الفتاة النشيد الوطني، لكن لم تهتز عندما يعذب ويهان هذا الشاب. الأراس قال قل بيضة أمي وشريفة وطاهرة
قل له سمرة وعلى المصايب صابرة، ملفع وشيلة وعباية وكبرياء كلهن أمي وانت لحظة وعابرة. يقول أرادوا فضحك فانفضحوا، ارفع راسك أيها اليتيم، قوات حفظ القانون تنتهك القانون. روان قالت يقول له أنا يتيم وأبويا ميت، فأما اليتيمة فلا تقهر، يضرب على راسه ويقول له ها يعني أمك عندها واحد. تقول كمية حقارة والسقوط وانحطاط أخلاقي، ذول حماة الوطن تتساءل، قوات حفظ القانون تنتهك القانون. رسالة واتساب، رسالة السلام عليكم أخي تعال شوف البصرة، الشرطي ما يحترم لا بدائرة ولا بشارع، واليوم دفع ومرة في أبو الخصيب وهي مريضة. تقول البصرة التعس محافظة من ناحية الأمن، سجون متروسة، متظاهرين وأبشع الجرائم تتم يرتكبونها بحق الناس. رسالة يقول أو تقول فيها والله خوش شرطة عندنا تقتل أطفال عمره ما تجاوز 18 سنة، يتحدثون بكلام ينتهك حقوق الطفل. تقول ناقص شرف وأخلاق هذا الضابط، ومع الأسف لابسين ملابس الشرطة العراقية لأنهم لا يمثلون الشرطة. نعم. رسالة من أبو سارة من بابل يقول إياكم سعيدة وكل عام وانتم بخير. نعم. تاج العراق وهاي الحكومة، يقول تاج العراق وهاي الحكومة أمريكية وإيرانية، وهذول اللي اعتدوا على الطفل ذولا مو إسلاميين. نعم. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.